السلام عليكم. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض حاجة سريعة جدا، وهي الدانات. طبعا الطريقة مش طريقتي، طريقة واحدة صاحبتي، اخدتها منها وعملتها وفعلا طلعت جميلة زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. هحط لكم اللينك بتاع الشانل بتاعتها واللينك الفيديو الاصلي بتاعها، اتفرجوا عليه. هي طبعا عاملاه بطريقة احسن مني بكتير. يعني يلا نبدأ. اول حاجة بنجيب لتر حليب ونحطه في حلة على النار، ونبدأ نهدي الشعلة تماما، يعني نخليها على اقل حاجة ونسيبه لحد ما يبقى دافي. بعد كده هنضيف عليه معلقتين كاكاو ونقلب كويس. بعد كده هنضيف قطعتين من الشوكولاتة. المفروض ان هي شوكولاتة خام، ولكن انا استخدمت شوكولاتة كانت عندي في البيت، يعني ما بحبهاش قد كده، بس بستخدمها يعني في الحلويات. هنحط قطعتين او ثلاثة على حسب، يعني كل واحد بيفضلها مسكرة قوي ولا عادي. يعني بعد كده هنقلب كويس، وهنحط 5 معالق سكر. اي حد حابب يقلل او يزود طبعا، دي على حسب رغبتكم. هنقلب كويس جدا، وتفضل النار هادية لحد ما يبدأ يغلي. في الوقت ده هنبدأ نحط حوالي 2 كبار او 3 نشا في كوباية، ونزود عليها مية باردة لحد ما ندوبها كويس جدا. اول ما الحاجات المكونات كلها تتجانس كده ونحس ان خلاص كله داب، هنبدأ ننزل بالنشا ونقلب كويس قوي. ممكن نضيف في الاخر 2 معلقة صغيرة فانيليا سايلة، بس انا مش عندي بصراحة فما حطتش. دلوقتي القوام بدأ يمسك نفسه وبقى كويس. كل ده والنار هادية جدا. طبعا هو في حاجات كده باينه صغنونه كده، دي قطع من الشوكولاته. يعني هي بصراحه صاحبتي لما عملتها بنوع شوكولاته خام كانت احسن من كده، واللون كمان كان احلى من كده. فهو انا حاسه ان اللون ده بسبب الشوكولاته، نوع الشوكولاته اللي انا ضفتها. هي كده جاهزه، هنسيبها تهدى شويه وبعدين نوزعها في اطباق وندخلها التلاجة. هسيب لكم طبعا رابط القناة بتاع صاحبتي والفيديو في الديسكريبشن تحت.